وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. دكتورة رشا، بعد التحية أطلعينا على أبرز ما يتضمنه منحة الرعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هو الحقيقة المنحة بتاعت أحمد جت يمكن تم الإعلان عنها في بسبب ان احنا بندعو احمد انه يرجع تاني بعد اهتمام مباشر من سياده الرئيس بملف الشباب بصفه عامه وبملف احمد بصفه خاصه. لكن هو الحقيقه كان في برنامج هيتم اطلاقه قريبا جدا عن رعايه الموهوبين رياضيا وفنيا وثقافيا من الاكاديميه. هو احمد هيبقى باكوره المنضمين لهذا البرنامج، وطبعا ده جزء لا يتجزأ من دور الأكاديمية اللي أكيد حضرتك عارفه من الاهتمام بملفات مختلفة، سواء كان الشباب بصفة أصيلة أو المرأة أو العاملين بالدولة أو الملتحقين اللي عمل بها في أولى خطواته الالتحاق بمؤسسة الدول المختلفة. وكمان اللي شجعنا ان احنا ناخد الخطوه ان احنا نعمل البرنامج الجديد لرعايه الموهوبين ان الجزء الرياضي والفني والثقافي هو جزء لا يتجزأ من تصميم أي من برامج الأكاديمية المختلفة لأي من القطاعات المستفيدة من التدريب فيها. فإحنا يعني وأكيد واضح في كل أنشطة الأكاديمية سواء كانت في منتدى شباب العالم أو في غيرها الاهتمام بالرياضة، سواء من السيد رئيس الجمهورية بداية مرورا بالشباب عامة اللي بنشوفهم في راليات العجل ورا سيادته أو ما إلى خلافه من أنشطة رياضية مختلفة. فكان آن الأوان بقى إن المنتج الجديد اللي تقدمه الأكاديمية للشباب هو برنامج لرعاية الموهوبين رياضيا أو ثقافيا أو فنيا. نعم، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.